نقيب المحامين يشكل لجنة للوقوف على مدى جاهزية مركب فرعون النيل ومطابقته لبنود التعاقد المبرم مع النقابة، وذلك لإظهار الحقائق للجمعية العمومية بكل شفافية. نقيب المحامين وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة يشاركون في حفل زفاف نجل المستشار محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة الأسبق والمستشار القانوني للنادي الأهلي. نقيب المحامين يقرر تشكيل لجنة لاستكمال إنشاءات وتطوير أندية المحامين بالمنيا الجديدة ورأس البر وطلخة والجيزة. الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين يلتقي زوج الراحلة الأستاذة أميرة جمال التي توفيت إثر حادث أليم بعد تأدية أعمالها بالمحكمة الاقتصادية، ويصدر توجيهاته بسرعة إنهاء كافة مستحقاتها. النقيب العام يلتقي نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية في مكتبه بمقر النقابة العامة، ويوافق على عدد من الطلبات المقدمة إليه التي تخدم أعضاء الجمعية العمومية. نقيب المحامين يؤدي واجب العزاء في والدة الأستاذ السيد مكي نقيب محامي شمال الجيزة، وذلك بقاعة مناسبات مسجد الحمدية الشاذلية بالمهندسين. بناء على توجيهات الأستاذ عبد الحليم علام، عقد الأستاذان محمد الكسار ومحمد كركاب عضوي مجلس النقابة العامة جلسة مراجعة لعدد من ملفات قيد الجدول العام والجدول الابتدائي المقدمة للنقابة. النقابة العامة للمحامين تتعاقد مع مستشفى أورام دار السلام ضمن خطتها لتطوير منظومة العلاج ورفع السقف المحدد للخدمات العلاجية دون تكبد المحامي أي زيادة في رسوم الاشتراك بالمشروع. لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين تختار الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين بإسقاط قيد 114 عضواً من الصادر في شأنهم أحكام جنائية وتأديبية، و15 عضواً من المؤمن عليهم في أعمال غير قانونية.